كتبدا صديقه حميمه تمشي وتجي عليك وتمشي لدارها وتجي لدارها وتضيف وتخرجوا مع بعضكم، وفجاه بعد تلاق ما عادش تلقاها ولا تكلمها، تقول لك ليه هي المره الاولى، ليه هي المره الثانيه، ليه هي المره العشرين، تولي تفهم اللي هي قطعت علاقتها بك، خاصه وقت اللي تعاود تعرس انت وهي تعاود تحاول ترجع لك. دونك يا سوسي، معناها فما مشكله.